بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنارو قهدارة زدار صلاة خدير سروبن. جل خلقك قادش برنامج برناموا مجوى إسلامي. ادخلك بريدا ما بحثي خوارج كربي وكارتي كرناوان السر دولة أموية. او او نخښي او ريدان چبين ال سرداست وانه به سرمانه شوې کې گشتي او کا چند اوه صورت ميجو اسلامي كريتګريا کوف اي خوارجته بناوي هاتي نه يعني وكيد به جن ناف گرن او کا اوانه چند ظلم او تعداري کړ او چند فقير او جار او بې ګناهل بربيا چون او چند وكي ما ګو دي يعني وجهه وريه دولته الاسلاميه يعني مجوا اسلاميه إسلامي بون هاتا كيرت كوشك برات عزيز أه صحبتك كورت مابي بي صحبته خوارجه ادجل معاوية جل دولته امويه ان شاء الله ازيد اسبيك اشاره بيدم باش تهينجي دي تشينه بابات سيستم مالي الدوله يا اموياتها ادخلكت بوري دا ما تاكيد جل جل سر. يعني دو صفاتا كربي الصفات الخوارجة ايك شوانا جالك عبادات تكر يا دوي جلك مير بين جالك شجاع بين بو شري و بيكداداني و ميدانا شري و فارسي و كاسي نتجرت. يعني بو مسلا عبادتي پیغمبر صلوات خلصان هشتاي الساخ كري اتقوت الصحابة قوت اتقو قومك ديئت هندك مروف ديئن اتوقتا كيدات مجوا يعني يا اي اه آيندايدا ديئن اين. جلي صحابة هندي وانا عبادتي ناكن تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم صلات تحقر تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم وصيامكم إلى صيامهم اه اه وقراءتكم إلى قراءتهم نهين هندوانا نبيجات كن نهين وانا رجات غير نهين هندوانا قرآن تخين نهين هندوانا نبيجات شفيت كن قرآن بل إش وان هستی که سویوانا نابور د دلالات سره انده کونه چې د لیواندا د لیوانا په بي نرم بهتن یانې شارزا به په اسلامتی ده خو ګبرایت عزیز یعنی ادخالکابوریدا ما بحثه یی عبد الله قرع اباسی کړه وخت چویل نافوان د منطقه نهراوانا کچاوا سرو چابتونه همیا و کیماګوتی جهستدا او سرچوکتونه وکی سرچوکت هشترو بزناله حاتبین هندی هند چونه استجدا و هندی و کیماګوتی یعنی عبادة تذكر إجبار هندي أم بيجين درسا كيش في ورقلين وصار أو يعني قباحة الشرم الزاري أو ظلم التعدارية وانا تكر يعني نائة تواصف كرن التاريخ الإسلام بل كي كسك هندي وانا الشديد وتعنيف وإرهاب يعني وكي وكي نا وكي وانا نهاتي التاريخ الإسلامي ده هندي هند جلا جلّك دجوار بين جلا كت بين الظالم بين سر وكي قوتي اف صفات عبادات الدفانش برند خوش كبرات عزيز هكتا فيتو اي كي بسرمانه كي تراز يا كي دا بكشي هشيار بعد تراز يا دا نكشه يعني نبيج جاف مروه ها جلن فيجات كيت ان اف مروه هي تشويه حجه ان اف مروه ها

دبيني هندك جار احتمالا في زمان ماجي اي هي 24 ساعه احتمالا يلمس غافتو ريتوي دريجن مثلا أو و... اني سارو بريوي و و و, و... و... يعني عندك سرو برش خو كانه تو دي بيجي وقت الراوستد نيفيجي بيجي تو خو وصا خو هرت كتن تو دي بيجي هما وقت شنما يعني تشانك بي وات شي ملائكه تو طبعا افا يعني نا دليل السر هندك افا مروفاكي يعني يان يعني بصرمانا كي الراس تاقينا يا مروفاكا دليوي افايا يان يعني ايمان اويجي الاستي عبادة ويا دجوارا ويا مكما نخير وانما جلك جار بفهم عبادة بعلم يعني احتمال بده دردسري بو خداني لو ما بيغمبر صلوات الله

احتمال ات ات ناف هر دو جنگیت ویده هاد نش برنده پیغمبر فضل العابد على العالمی که على ادناكم قدر قیمت عالمی السريه یه يعني یعنی عباداتي که كتن بتنید کتن بی علم بشتن ویکی قدر قيمتي من السريه السريه السري شو همیا کمتر كايش هش همیا کمتر کیش بیت نفس صحابه پیغمبر صلاب خلستان بشتن فضل العالمی على العابدی كفضل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب يعني كا شوا هاي وشاردة شبيا رهن إش هميس تيرت فضل وقدر قيمته عالمي جي وصا ي یه بلند را همي ماسترش همی و کی عبادت کرا وقت عبادتی ابتنه خش خوش کبرایت عزیز اول سر عبادت وانا سر میرانی وانا یعنی يعني سر جرأت و شجاعت وانا مخابني ودرسا و در صبر جدات خلاکا او اشارت بدا اگر اوانا اف قوت و اف هز و اف شجاعت فرس و يعني یعنی ترخان کر با بو برفره کرنا سنور دولت اسلام و بو بلاف کرنا رونا یا خود تعالی احتمال چند يعني حضارة الشارستانية تا إسلامي دارة كانت إسلامي كا چان برفرة هندي هند أوانا يعني دورة كي جلا جلا هبي ات ميدانة يت شري و دا دانة آه السر زمان معاوية آه يعني أبديك هبي آه ظلامك هبي اتقوتني آه حوثرة حوثرة ابن مسعود الأسدي أبيها يعني حاجة كي قائدة قائد فرقاك خوارجابي أبيها دجي آه شورشة تجي دولة أموية بيجتن معاويات في اف مروفيها دستاش شرشي بردت يعني دستاش الشري بردت بس ايدي خينا بسرمانا بترشتن هندي بازماني هاتي قناع قناعات بو تشيناكر قناعات بو حوثري يعني تنازلش وي تشتي بكتو بيت كاوي تشت فيتن بيت بلا بيتن ام ديريني خاري وبحوار الدانستاندني ام دي مشاكل قشاره سركين اوي يعني رافذكر بچون ایا معاویہ او ثباتت میدان شریدہ کې ګوتی الا امده شریعت ګل دولت امامویہ کې ina معاویہ چاراستریه رګ رګ چاراستریه کادي ګوتا بابوی هر نوې خوا کوریوی په ملخو به په پیش و او بجی بلکی د لیوی بو یعنی بو کوریوی چې کی نرم به بدلی منتبه بلکی داسټش اوه و کی ګوتی اوه یعنی به عقليه بردتن بهشتن بابه حوسری نوې خوا کړه ملخو و حوثره يوصل ميدان الشارع ويقول ايه أي من؟ أي حوثره؟ ويقول بل ويقول ما تنويتو؟ يعني هم بيسكي بديه بر يعني بديه بر سنجي خوا اينا قوتي باب؟ ويقول بل ويقول والله من بيخوشترا صباح السحارة ببتشر اتجال بنمال اموية

يعني كورنوش استجداد بوخدت على برين أنياوي جه استجداد الرجبي يعني إنا قلت معاوية بو في ظلامي جري يعني وصا جري حتى قلت برسنجت قلت خد تاركرن جل جلك بشي ما بيجوش خيره أف مروفا ندا كشتن هما بلا تشكر با بلا واكر با بس أف ظلامه هنده بركاتي يعني نهات بايا كشتن خوش كبرايت عزيز أفاد دومايكا صعبتا خوارجا بي و وانا و, و وكي وانا الجل دولة تاريخا دولتا يا اماوية بحث سيستم مالي بكين السرزمان معاوية شرخ هي خلافة معاوية دا عمد عوريكا بحث مصادر مالك جدارة مالكا مالش كيفت هاد بو بيت المال بو دولة بصرماناش كيفت هاد بشتي يعني مصرفا يعني بشتي مصرف كرنا في مالي كاف مالا چوات نفقان يعني اتكيش ريكا اتنفقان بشتي اگر خدا حسك ديد هندك شبهات يتهين السر معاوية بذات الدولة امويا شواكي گشتي أنا ادبيجن يعني قلق قلق مال الدنيا اب اسراف اترشت بجا ان بحثي دست بيكي بحثي جيداريت مالي بكين چونكو هندي كان مالا وكي ما قوتي هستيه بشتا دولتيا هكار مال نبت شو دولت خال سر بيتخوا يعني بجا هر دولتاكي كي قوت جيداريت خوايت مالي يتهين جيداري مالي دولة أمويه اماوية جيداري ايكي زكاة بي زكاة ايكش اركانت اسلامية وخد تعالى يا فرس كريسر بصرمانا ابوير ريجي اواكو بيدفيا اه بدن اجماع علماء بصرمانا جبليكو الدليل دقا قران يا هاي اه د يعني اجماع علماء بصرمانا السر هندياكو واجب سر بصرماني الا زكاه بدتا وهكا نادتا دي شر ايتا كرن وحتى اجر سرابتا كشتجي تشتكي جلجلك سروشتيا وامام ابو بكر يازدا تشابريت شري الجل مرتدة فكرن بشتي وفاة بيعن بريس لابد خي سربن نسرت شو تشتى إلا شو كوانا من عزكاة كربي جوتي أم زكاة نادين إمام أبو بكر تخار جوتي هكر أيك شو أنا هفسارك حق بيت المال الجل يعني الزك مال الزكاة المالي مالي حق هفسارك جوتي أزيد كوجم سرا أبي هفساري لما خش كبرات عزيز يعني دولة أمويا الجوري

نظام زکات سیستم زکات ګشت کوپیت كوبيت, ګپیت کا یا واکه ګوتیه ماصادر مالی په ځمانوی دهند هنت مالکی زور حتا واکه ګوتیه سرمانه جدل یقین زکات خدان وجه ول مالیاتفیر حتا د مایک نظامیکانه دي چلیک ای دی جه دیبه جهنما کو مالی دی وا ابحوین خوش کبرات ايس افا جدار ای کی بش جدارت مالی ی دولت اموی زکات جدار دوی جزیا بی جزیا زریباکا اش اهل الكتاب توارغيرتن اهل الكتاب فلاو جهينه هكار بصرمان ببن جيناء توارغيرتن هكاش خا بصرمان بن ديني خوا ايدي بصرمان دي اسلام السروانا فرس كريكو جوجماكي بارا بدن بجني جزية مقابل هندكو أو دي كابن بن حماطه بصرمانا با. يعني دولتا اسلامي ديوانا حماية كت. دي حواناو ارزونامي سيتوانا مالتوانا دي دي برامبر ابي حمايه برامبر او دي يعني رجاء كمالي دنا بصر جزيه خذت علاج قران دا ادبشتن حتى يعطوا الجزيه تعيد وهم صاغرون ايد وهم صاغرون طبعا شروطت ورجتنا جزيه شروط افنا لازمه ايش كيت اش ظلامي تتورجتن الذكر يعني نير اش ظلامي تتورجتن و يبالغ يعني ظلامه ويب اقلا و هر وصا بالغه ظلامه يعني تماما حكر اف الشرطه يعني پیدا بين الدف ايكش اهل الكتاب ال دوله اسلاميه و نور سنور اسلاميه افمر دا اف لازمه جزيه بدتا لازمه جزيه بدتن اما اويت جهاتنا عفيكرن او صنفت مرو اهل الكتاب اويت هاتنا عفيكرن كو جزيه نادن ايكش وانا بجيك نادتا ما گوت يعني جنك نادن و مروف نساخ نادت، عبد نادت كولا، مروه دين نادت، ييكورا نادت، بيرمير نادتن، رهبان اتصاو مع اتخوابا يعني جهة عبادت اتخوابا يعني نادن وطبعاً حتى وارجيرتنا يا جزية اش اويكو دنجي ما قلت اكا ظلاما و آقلا و و یه سرخوی یعنی رجع کا دست نشان کرده جست نه ما هر کی کیف خوابی یعنی دست خواب کت بری دا بریکایی کاید ولکت نخر و این ما صلانت ها تور یه زنگین با چلو درهم یه زی و جی ورد گرتن چلو درهم و هکر حالی ناونجی با بیست و چهار درهم جی ورد ساله هکر یه فقیر جی با ما يعني دوزة درهم جي ورد جرتن دوزة درهم تزيبي ما قلت جي ورد جرتن و أبا همي جيب مرجكي كو أبا ها شولك هبا يعني كارك كاردستك هبا يعني أما هكار بكار با خو حتى أجر ظلام يعني يعني با و يه بالق با و يه يعني ظلام با و بالق با و ما يعني يه تمام جيبا يعني هر جيوانا قلت هكار يه بطال با چو شول نبان حتى أجر مروفاكى بطال باجناعك حتى شولاك بخديت بعده شولاك جديد بجنحيرفاب عربي حتى حيرفاب يعني كار كار كارك, كارك, كارك بخاكر باش نيكا جزيعت حتى ورقتن اوى معود يعني جدارة دويه بجدارة مالية دولة يا اموية جدارة سية الخراج خراج او برهم زراعته او شوي عرديته او عردي بصرمانش كافر أستان ديب شرق او زافي او عرت او ملكي بصرمانا بشرش كافرا ستاندي بجا بصرمانا او ملكي اللي اقفنت كر اي إيه وانما دا كرا خدا ملكي داشينكن بجا او اه وكي ما بلي جبلي مصرفا يعني مصرفا زراعتي وجبلي جبلي كراخي كوبه جرات كر او باقيه دي جبيداري واختيرات كر جهبا اه مثلا ميويش بان قز بانكا همي اتготني خرج زفرندابا ماگو زفرندابا بيت الملا بصرمانه افاجي اي كجدارت يت يت مالي بي دولت او امويه جداركيديا مالي اتготني العشر عشر يعني بوت تجارت خارجي او عبر الحدود چيت بمثلا اي كزنگينا تاجر كه بازرگان كه دو دشتكي اشناف دولت در باست كه بو دولت كه ديد حدود بصرمانه هينګه وكي بيگاوي كچا دجنې ا يعني ا د بجنه رسومیت ګمرکی وګاوب في د بجنه واکه چا اوه درغه اوه او سنوري ابيپ او رخموا يعني ګمرکیش عالمي واردګین بشتن رسوم ګمرکی هنګي جه عین د سبا طبعا یکم کس اف اف نظاما ګمرکی درې خستي ای یا رسوماته گمرکی درخست امام عمر به خودیږي راضی بالطبع او جنا تجارتا نوفخوی نوفخویات دولت چن تجارت او بازرگانی هات باکرینو هات با اولو گورکرینت حدود دولت د نه تا ورګت نه بس اما حقیقت تاجر کی تش تکش در وای دولت اسلام اینا با داخل کړبا یاشش داخلي دولت یی بربا در باز کړبا بربا درهنګی مګوت رسومات گمرکی ژه هاتنه یعنی ورګرت خوش کبرات عزیز هر وصه جدارې پنجه جدارت مالی إش نظام و مالي دولة أموية خمسة الغنائم بغنيمة أو مالة بسرمانة بصراحة كافرة ورد جد دي سبب جا 5 اكاوي إيه غنيمة إيه 5 اك يعني إيه حاجة بيجي مثلا هم دي فارغفكين 120 صاد تش اشوي مالي بوبيت المال الزفري افادي جي سر فات توزيع كيرن يعني باقي يادي هاشتش صاد سر لشكري توزيع كيرن 20 صاد الزفري وبو المال اواناجي مشروع بروجت بروجيت خيري بيتشيت كيرن وفقيرو فقير و هجار و بلنغاز بي خدانت اوا ما يت مالي بين الدولتا يا امويادا دا بين سر نفقات باخوين كاني اف مالا حتى نفقان يعني چوا صرفت كير. إيج جه نفقات عسكري. كند مجال كذا أف م... أف. وكي قلت اف حتى نفقان مجالات مج... مجال عسكري يعني صناعة عسكري تا تاتا... تا صرف كيرن. سر زمان الدولة أمويه أمويه يعني. اگر أم بخت خراب نكين. عبد الرستاهي جوانا نقل كين. سر زمان وانا يعني الدولة إسلامي جلك وجلك. يعني جرينجياكا كا مزنب جهادة دان جهادا يقدر خدت تعالى ده هروسا سنور الدولة بصرمانة هند بر بين ايدي يعني البر عالمي برز زميك سنور اتجهش هندي هند وانا تخسيرينا كل ببلاف كرنا في ديني و هروسا جهش كرنا رونا هي خدت تعالى اتناف امتت هندي يعني اه بمسالة يا تابريت شري و آسي كرنا كالهاو و او برنا يا ريكاو ومسالة اللوجستي لوجستي أرزاقي بو و مثلا دواره اف حمي حمي اه حمی طبعا كرينا حسبه اف مصرفا بيت بیت المال چو و بشکی گل گل که المال يعني دورتا امویی الوی جانبی صرفت کرد اواجی دلیل که سر هنده که اوانا بجهاد دوا که ما سنور دورتا اسلامی گل مجال الدواء يك نفقاتا یه بو راتب لشکری يه يه لشكاري. لشكاري ده راتب یه مگود یه لشکری راتب لشکری طبعا یه کم کس تاریخ اسلام در راتب دایه لشکری امام عمر بی سالا بیستی یعنی هجری به جا تماره که هبید گتنه دیوان سجله که بی هندی لشکره که اسلام هبا ناویویت دا نویسی بی ناف وهار وصار رتباوي كاولچه مثلا سياره آن بايه آن مثلا قائد مفرزه آن قائد جشتيه يعني وكما گوتي ناوت وانا او پليت وان وصل مقدار الراتبوي جيتي دابي همي هيفا

يعني اه او زريو كوم زريو اه يعني تشيرو او زري و کم زري و يعني تشير و تير و رم و آلات عسكري پي چهت أو و بس نبس او و انما من جنیق به حساب یت مازن یعنی هر وکی کچا به وقت ان بجین توپت 120 وسا طبعا احتمال بوي وی دیراتی نه بس يعني گرانیه کا مازن هبی و او اه کل هپت حرفاندن دیوارت کل هپت حرفاندن او اوي وكي غوتي افكال حائط ستاندن وكجهات تريكه خدت تعالدا نا بس ابتني وانما حتى السر كاس شارل شر السر شرل سراوي شكو. دست دسبك وقت بيغمبر هات اسلامات خود سير بن جزيره عربا جزيره عربا جو بحر و ريبارت نبي حتى سر زمانه خليفا جي خليفه دولتا يا اسلام حتى سر زمان امام عمر يعني بس زمانه خط بيجي يجميع حرب نبي بشتي عثمان هاتي وشش صالة دمه كيت يد خلافة عثماني معاويه اه طبعا اذن جي ورقتكو او ديا جم يد حربي تشيكين, تشيكين دجي دولة الرومي تشكو حا يعني بحر تناف برا دولة اسلامي دولة الرومي ده ومعاويه جلك رغبة امام عثمان كيركو هكتو دليبه بديمن دي جم يد تشيكين وهم دي سر كتنه سر طبعا إمام عثمان دليلها هشان دا إمام عمر ج، إمام عمر دليله ندابي، بس إمام عثمان دليله دايل، لاما إيه كم كاس سفينة حربية Checkerin التاريخ الإسلامي معاوية بي وحتى جمارة سفينة حربية، طبعاً إيش صناعات إيش بيت المال، أفماله تتصارف حتى جمارة يعني 1 سفينة يجب 1800 سفينة حربية دولة إسلامية دولة معاوية يعني Checkerin بودجى دجي يعني دجمنا، خش كبرات عزيز. مجالك دي نفقات بيت المال باري بسرمانا الضمان الاجتماعي ضمان اجتماعي يعني هندك بطاقة بين دانا فقير وجارة بطاقة وكي هاوية بين تشيكر بين هر ايكي بطاقة خوية طيباتها بين نوفيوي و مثلا كان سروبريوية چوانا كان سقطة كوريا بطاقة هما بخوية فقيرة انتر عيالة يان بيرميرة يان غراما كتير سرخين كتير سر هر كي بيقاوي ويبي قريبي بيقاوي أو بحركة دسنيشان كنسر وي بيقا السر وي بيقا هات يان بسينه طبعاً بحرك يعني وقت وقىك زمانك اجتماعي طبعاً نفقات بوت هاتنا دينانة حتى السر يعني حتى جهشتيه زمان قري زمان عمرك قري عبد العزيز النفقات عيني دانية بس أرزاق الدووانة يعني بس يعني أرزاق حتی گشتی از زمان عمر کره عبدالعزیزی رابی نفقاتیت نقدیجی یعنی پارجی دانوانه نبست زیده باری کو ارزاق دایه پشت اینگه مقد مگود ادانه طبعا اف مگود اف یعنی زمان اجتماعی با که بی ایک دیندار با ایک گلگلکی دیندار با دینکی مازن خوینه کد با سر مثلا آنجی جالك اي كي قلتو خسارات ب التجاره كده بازرگانيه تا دا ابي خسارات بو تعويس كنو دا دينيت ويدن اه يان جي اي كي فيا با جني بين الطلازه كي نش بيتش هنا بي جني بين اه جنبو ات اينا اي اه كي بي اي كي مثلا بير با ايك بود گرد کودا خدمت آیوب که بشه تو وش تو رای که تو دین تا کشور وگاه وقتی بتن اوروبا روش آواه يعني با پیرامیر و يعني خلقيت جرن هندا كارمان دات جرن دوان راكنو دين باقشو بجنكن تماما سر زمان دولة أموية أفهاب قدن زمان اجتماعي بيرامير و بيراجن راد جرن دينان هروسا حتى اكا اكي كورا جيبا دابو قائد کی قائد او بی اوی کو كو دست کوره بجال جوكا در باس کر با گر را بال مثلا سر درج کاب سر اخست با اوی ها جی اوی قائد یوی اوی کوره اوی راتبه طبعا حتى اگر يعني ایکی يعني عیال زور ها با مثلا نهدا عيالك عیال با با يعني عيالي خواه خدان كتن يعني الضمان اجتماعي واك فقيرك طبعاً اه تعامل دل هاته كرينيه وپاره آن حتى هكر چند ايتم بان بانجمارا ايتما جهشت با بانجا چارا حتى بانجا خادمك اك يعني خلامك اك خزمتكار اك اداي دا خزمتوانا ماغوت بكتن اف مجالات

ایدیم پیچنا به شول بکم از یه يعني يه فقير بيم اس يه يه بير بكم ادي اس مجبور دست خوف فقيرم اينا والله ما يعني ما حقيتا ما انصفناك يعني ما انصاف و عدارت الگلتا ناكريا وقت تويل سرخوا ما خوهاتا ما برهم خوهاتا تخار بس بشتی فقير فقیر بی ادی تو پیچه برا بيت المال و طبعا حتى جهی جی بس گل هنده دا يعني ناویوی کر اتسجلا ضمان اجتماعي دا وطبعا طبعا ما قلت يعني أو ديك باراك بها تصرف كريني باراك هيوانا دا بي مجود دا بي بجيتن خشكو برايت عزيز أف دمي ماي إن شاء الله أگر أم بيجيهين ديل سر شبهة آخوين شبهت يت مصرف كرينا مالي سر زمان معاوية شبهة هيكي أوا بيكو يعني اتبجن يعني أ روايات يتحين التاريخ دا اتبجن معاوية مصر دولة مصر همی دا أمريكو كوري يعني كرا دياري بو عمري رئاسي في سبيل كو بشتا معاوية بجرتن دجي إمام علي يعني دجي إمام علي طبعا أفا روايات باطلا أفا تحمي شي آيات شاكر هنيك هربتونا الصحابة بن حاشا خبرت بجنا الصحابة قال قال لك صحابه صحابه بيغنبينا الصلاهات خدير سربن يعني بيجا رابن فانت بي ما فان تشيرو تشيفانو توصيت بي يتبي بنما حميجي باطل ابدي صحابه بيغنبري بن الصلاهات دا يعني صورة وانا كريتكن كن التاريخ دا يعني اتبجن تصويري ان صورة معاوية وعمر بن العاصي وقت هندك مروفت مصلحتي حاشا انجي هندك مروفت يعني ابيت مؤامرة بيلانا اتجرن كو مقابلي فان مؤامرة كو حتى الدنيا بدس خراب جاينن الديني خب فروشن و و يعني خب يعني دنب دنيا يعني وصل صورتي معاويه ديار كليبو معاويه روكي بلتي برتي دتن وعمر بن العاص برتي يا او جي مصر حميه داي في سبيلكو عمرو بن العاص باشتا معاويه برتن دجي تجي امامي علي طبعا الفيري ابن قتيبة ابن قتيبة خداني كتاب الإمامة والسياسة يعني مروفاكي رافضية او مروفاكي شيعية أفجي روكت حصا بحد حسابية كتابة هذا بلاف كرين كو ديارت هذا كتابة بيشتن معاوية يعني قوتي مروفاكي مصلحجي بي وقالك طمكار الدنيا بي وطبعا اف آخفتني خفت نتويت بدائنا كتاب استناد السر هندك روايات ضعيفة كن ويت موضوع كن وهميجي دجي صحابة بيغمبرنا صلاة الله عليه ما قلت اشلاي شيعة رافضي فيت بلاف كن رت السر اوي ببختيا في شبهها ايك طبعا يا ايك هكا تبرا خاب كسات كساتيا فان هر دو صحابة بيغمبري معاوية جي عمر بن العاصي زمان بيغمبري دا بيغمبري در هاكا واندا تشنغوتيا باشا تب انسانك حاشا هند. يا مصلح چی بتو هندا مروکی تماکار دنیا بتو هندا مروک بت یعنی يعني پلانا دینه تن فی سبیل کدا مال دنیا خراب گهینتن چواد پیغمبر مدح تو نا گتن خدین کان پیغمبری در حق معاویه دا چی گوتیه بهشتن پیغمبر بهشت ثابت خور سرن دعا بو معاویه بهشتن اللهم اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به يا ربي تو بريب دي هدايته يا ربي تو بيشي يعني تولب كي عالم ابوي بتشتا هدايته يا رب بتسر كيش هدايته يعني هندا بيغمبري صلاة الله عليه وسلم يعني هزركا باشش معاوية تلك وإن شاء الله دي بتسر كيش الرقا يا هدايته يا دوي بيغمبري صلاة الله عليه وسلم قلت اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب يا ربي دعايا بو معاوية كري يا ربي تو يعني كتاب قرآن وحساب هجماره وهر وصاب نشاء معاوية بدي ويا ربي توش عذاب وي بباريزي

تب نجاري بي بسرمان بس اما ايمان نا ايمان عن يعني طب قناعه يعني تب هزرو بيريت خطا قناعه تب في ديني هبت كو خده اي محمد پیغمبری ويا خالك بصرمانت بي اما امر بن العاص ايمان إنا يعني امر بن العاص وقت بصرمان بي يعني عن عن قناعه عن قناعه عقلي بصرمان بي اوا پیغمبر صلى وصفه هو يا امر بن العاص اتكن هر بيشتن ابناء العاص مؤمنان امر وهشام بيشتن هر دو عاصي هادو مؤمنا هادو ايمان دار بحث عمرو بن العاصي وهشام بن العاصي اتيتا. هلا صار باش ان لعمر عند الله خيرا كثيرا. طبعا حديث يا جلّك، يا دريجا من افيت بس. بيجن حديث الله حديثي بيجن بارس نوفي عمريتي انت عمرو بن العاصي باش دفع خودي تعالى بلاكا جالا بلند بلنت وخيركا جلّك مظن لدف رب العالمين وي يا هي. هذا خلائي كي ويك ويك بها ابي بختي ابا برينو عمل سر يعني راستن خالة خلا دوي دا باش بزانين كو هنديك عمر بن العاصة جلي خشك بريت عزيز بيعة دا بي معاوية هشتا إمام علي الساخ يعني هشتا إمام علي يساخ يعني بوشي بيعة دا يعني هكرا يعني عمر بن العاص بيعة دا دا معاوية و ندا إمام علي ندا إمام علي دا معاوية ندا إمام علي طبعا أبد سيرة نفسين أنجي أبد تاريخ نفسين تاريخ الإسلامية نوسين بيشتن هندي هن امر بن العاص حش امام عثمان كير وقوتي دينه وك نموناكا جلجل كبرز وصا وصى حج كير تشتكي عجيب في جا وقتي يعني امام عثمان بويش وازي وصى كريت ويه هندا بالظلم هات يا شهيد كيرن امر بن العاص جلجلك عاجز بي حتى ادبيجن يعني اش إيش مصري بيا هات هات شو دمشقي بيا بخش وقتاش مصري وحتى جهشت يا شامه جافيتي زهان بين الشرونت كا هندي هند حش امام عثمان كير و او الظلم ظلمو تاع اوي و خليفه بصرمان تاعت يا كوشن لوما حتى يهشت يا داب شامي جي هدفا بيعوي بو كير دا تولا امام عثمان بكير يعني بيع معاويه بو ببورن بيع أمر بن بو معاويي نسر مثلا بورابي ان مال الدنيا بي دب اوبيا باربته ناخر وانما هر دو بيك وغش بينك بيع ادبيه بو هند قد هر دو و والقاتله امام عثمان بغرن طلاوي لكن هر بو في كان دي عزيز ان شاء الله خلقا بيت اگر خدای ان شاء الله مي بابتي يعني السر اخر بين تمام ان شاء الله حتى دوشان بكادي ان شاء الله هم بينيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته